يعطيك العافية. هلا، معك أنطونيلا حتى من أهالي شهداء فوج الإطفاء. ألو، معك معك أنطونيلا حتى من أهالي شهداء فوج الإطفاء. إيه أنا أستاذ قاسم، ما هيك؟ نعم، إيه تفضل. كان بدنا نسألك عن رأيك بكرة بخصوص المجلس، إذا رح ينعرض إيه شو؟ بند المحكمة الخاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ما انطرح وما راح ينطرح، مين قال انه في طرح هيك؟ ما في طرح. ممكن ينطرح من برات الجلسة. لا ما ممكن، ولا صار شيء ولا راح يصير. وفي حال انطرح ما راح ينطرح، ما راح ينطرح بغير حتى جلسة. الامور. في حال انطرح بغير جلسة، انتم مع المحاكمة. ما تستبوا الامور، انا مثلكم وعندي اصابات بعائلتي وانصابوا مصابين وحدا سال عنه ما شيء وصفرناهم لمرضنا. ما حدا يزيد علينا بس باذنك. ما عم نزيد عليك، نحن ما عم نزيد عليكم. صحابي وعملنا لها عملية بزيادة عليها على الصيد، عملنا لها عملية ولا واحد سلامة. ولا لجان ولا لجان المسؤولة ولا تنط السر ما يسألين. سلامة الموضوع ما حدا يحكي. سلامة قلبهم. ما حدا بزيد علينا. ما عم نزيد عليك، نحن نحن يعني ما عم نزيد عليك، نحن بس عم نسأل رأيك لأنه عم ندق لكل الوزراء والنواب وعم نسألهم شو رأيهم بهالموضوع. أنا عم بقول لك من العائلات اللي عندها إصابات ما في. بس أستاذ قاسم بالإذن دقيقة، معك ويليام، نون. إيه أهلا بس شغلي، أول شيء ليش أول شيء نحن بنحكيك بكل طيبة، ليش عم تحكي بعدائية؟ نحن إذا أنت عم تقول عندك إصابات. أنا مش عدائية حبيبي. بس اسمعني كلمة. عظيم، أكثر مني أكيد لا. أكثر مني أكيد لا. إذا أنت بتقول عندك إصابات، لكن أنت لازم توقف معنا وترفض هالشيء وتكون مع التحقيق العدلي. مظبوط؟ ليك هذا الموضوع، خلينا نحيده هلا، بس يصير ليصير وقته، ليش ندخل؟ ما هو هلا وقته أستاذ. يعني اوكي بس انت بتعرف انه ايام بينطرح من بريت الجدول، يعني بنسال رايك فيك. يعني راي انا بقول لك ما راح ينطرح يا ابن الحلال. ايه انا بعرف تماما وبتابع دقيق الامور، ما راح ينطرح. ايه ان شاء الله، بس نحن مش انه تتزايد علينا وتعلي صوتك علينا على التليفون. نحن اهالي شهداء، اذا بتقول عندك مصابين لكن لك عظيم نزلوا معنا مش كثير منيح. سلامة قلبهم، لكن زالوا معنا على الطريق بس نطالب بالعدالة، مش توقفوا ضدنا. ايه لك رب الشوارع نزلوا مش ضد التحقيق، لكن ساعتها من شفناكم بس نزلتوا على الشوارع ضد التحقيق. اذا رب الشوارع معلش استاذ قاسم، يعني خدنا بحلمك شوي. ايه ان شاء الله. ايه شوف نزلوا مش ضد التحقيق، لكن ساعتها من شفناكم بس نزلتوا على الشوارع ضد التحقيق. اذا رب الشوارع معلش استاذ قاسم، يعني خدنا بحلمك شوي. ايه ان شاء الله. بس ليك انت ما بتحكي معنا شيء بنعرفه، قول يا عم منيح. ايه شو بتعرفني منيح؟ كيف يعني بتعرف بتعرفني منيح؟ نعم 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 نعم. كيف انا رح اخسر الناس القضيه؟ كيف يعني؟ فسر لي. ليش بس بتفسر لي كيف يعني اخسر الناس القضيه؟ يعني احنا بس نطالب وقت اللي بدك. اهلا وسهلا، وقت اللي بدك ايه ولا يهمك. لا مش ولا يهمك، لا بيهمني كثير، لان عم تزيد علينا الموضوع انت ضده. ضده ولا معه؟ انا مع بلد في نور وفي دستور، غير هيك روح العب محل ثاني. روح وين بروح بلعب؟ قل لي وين بروح بلعب، دليلي وين بروح بلعب. يعني عم بدي اقول لك بكل احترام كنايب عن كل البلد، ايه تحكينا بفوقيه، وين بنروح بنلعب يعني؟ ما فوقيه ولا ايه حبيبي، ما بتزيد. ما حبيبي ما حدش عم بيزيد، حبيبي ما حدش عم بيزيد. عم بدي اقول لك، عم نسالك شو موقفك؟ فيك تقول موقفك، بتقول لنا عم بتزيدوا ما عم بتزيدوا. بتقول لي نحن رب، كيف يعني نحن رب الشوارع؟ يعني شو عم ندعيك على مشكل؟ نحن بنسالك شو موقفك من الموضوع؟ بتقول لي نحن رب الشوارع؟ انا ما بقول لك، بس انطرح الموضوع بتسمع موقفي، هلا ما بقول. ايه طيب تفضل خبرني كيف نحن رح نخسر الناس القضيه؟ يا حبيبي لا خبرنا كيف يعني اذا نحن بننزل على الشارع ونطالب بالتحقيق وبالعداله، كيف يعني خسر الناس القضيه؟ حقك تنزل، اكيد حقي، مش ناطر رايك تنزل او لا صراحه، اكيد حقي. يعني بعد لا ما اعطيتنا جواب على مسالك اياه، قاعد عم بتربينا شو لازم نعمل؟ شو ما دامك هيك؟ شو مكاية يعني القصة؟ حبيبي ايه؟ لا بعرفها نحن متابعين ونحن كل يوم بالموضوع، لا بعرفها منيح. فأنا لك بكل احترام مثلك مثل غير نايب، وانت قاعد تربينا وتعلم شو بدنا نعمل، فيك تخبرنا كيف نحن رح نخسر الناس القضية؟ انت تعودت على
منني كلهم كذابين ليش انت صادق يعني؟ ليش انت صادق اذا هن كذابين؟ ايه انت قلت انا اكذب من الكل؟ انا منافق؟ يعني بشوم عليك؟ ليك بدي اقول لك شغله، استاذ قاسم بعد ما اقول لك استاذ، النهار اللي بدك بس عدليا تشوف؟ لا ما سمعتش ايه؟ انا مستفز؟ عظيم، نقول الإذاعة بس اطلع ساعتها، بس فيك تفسر لي، انت عم بتقول لي وين بكون انا بتكون ضدي بس شو السبب؟ ولا هيك يعني؟ نعمل فيك تخبرنا كيف نحن رح نخسر الناس القضية؟ منني كلهم كذابين ليش انت صادق يعني؟ ليش انت صادق اذا هن كذابين؟ ايه انت قلت انا اكذب من الكل؟ انا منافق؟ يعني بشوم عليك؟ ليك بدي اقول لك شغله، استاذ قاسم بعد ما اقول لك استاذ، النهار اللي بدك بس عدليا تشوف؟ لا ما سمعتش ايه؟ انا مستفز؟ عظيم، نقول الإذاعة بس اطلع ساعتها، بس فيك تفسر لي، انت عم بتقول لي وين بكون انا بتكون ضدي بس شو السبب؟ ولا هيك يعني؟ مستفز؟ انا في قل لي وين؟ تفضل قل لي وين؟ نعم قسمنا حيلنا؟ يا حبيبي انت بتعرف اللي طلعوا من اهالي الشهداء كيف طلعوا من وين؟ طلعوا ورا الضغط من عندكم، اذا بتحكي لإلك واللي عليك اوكي؟ بعدين نحن مثلك سؤال خاصه بمجلس النواب، انت عم بتقول لي اسمعني انت عم بتقول لي وين انت بتكون رح كون ضدك؟ عظيم، هالشيء بيشرفني، اذا وين بكون انت بتكون ضدي واللي مثلك بيكون شيء كثير منيح الي، واذا انا مستفز ما تحضر ماشي، وانت كمان مستفز وكلكم مستفزين حبيب القلب، ونحن وصلنا لهون من وراكم يعني، لك عين تحكي كمان ايه اسلوبي؟ لا بدك اطلع، بخر لكم وقول لكم ميرسي على اللي عملتوه يعني؟ شو كيف بدك نتعاطى معكم؟ لشو العمل يا حبيبي لحد هلا؟ ما في شيء والله، سلامة قلبك، ديني بألف خير. ما في شيء سلامة خليه يشتغل القاضي حتى ما يصير في ارتياب منه، ايه يشتغل بدون استنسابية، ايه بدون انتهاية، ويحط العالم كله مطلع. هذا الحديث عم تقوله القاضي، بس انا عم تتهمني بالشخص انه انت لما تخسر ناس القضية. لا مبالغ، عم بتقول لي وين انت بتكون رح كون ضدك، بعطيني السبب. بلا بالشخص، انت عم تحكيني باسمي. ايه مش من زاوية واحدة ايه، بس بعد هلا ما قلت ليش، انت عم تقول وين صح ما انا بكون رح تكون ضدي، فيك تقول لي ليش؟ شو السبب؟ يعني هاي الشيء بيشرفني اكيد، بس بعرف شو السبب يعني. مرات بتجف الحقيقة، لانه اول شيء بدك تطلعك لما بتوصل الحقيقة بقتله للقاضي للمحقق العدلي، ايه يروح يصوت مصاره وياخذ الامور كلها بكليتها، حلو بجزئيتها. ايه ابدا، هاي بسوريا حط الكل بنفس من لحظة يعني، يعني على انت انت بده يحكي عدالي، ولا بده يحكي عدالي بهذا الموضوع، ايه الحقيقة بروح بيقول له لما بتوصل الحقيقة بقتله للقاضي للمحقق العدلي، ايه يروح يصوت مصاره ويروح ياخذ الامور كلها بكليتها، حلو بجزئيتها. ايه ابدا، هاي بسوريا حط الكل بنفس من لحظة يعني، يعني على انت انت بده يحكي عدالي، ولا بده يحكي عدالي بهذا الموضوع، ايه الحقيقة بروح بيقول له حبيبي انت لما حطيت روح جيب كل العالم على التحقيق، ليش ما جابك؟ ايه طيب شو رايك نعمل كلنا قضاة؟ ما زال كلنا بنفهم بالانه نعمل كلنا قضاة وبلا ما نحط محقق عدلي، شو رايك؟ نعمل قضاة ونحن ليش ما بنعمل قضاة؟ ايه ما لا ما انت 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 قلت لي انتوا رب الشوارع يعني. انا من الناس مش مثلنا اللي عم يشتغل فيه. اوكي انت حر، بس لحظة انت بتقتنع او لا؟ انت حر، بس انت بس تحكيني بالشخصي، بس تحكيني بالشخصي وتقلي وين انت بتكون رح كون ضدك، خلص واضحة خلفية. بلا انت اللي قلته، خلص ماشي، وصل رأيك، ميرسي لك، ماشي باي، ليش الموضوع اللي يكون حلو، يلا باي.